تاني جزء معانا من كورس السكال هو الفاشيال بونز، عظام الوجه، واللي بتتكون من 14 عظمة، ومن الصعب التمييز ما بينهم بسبب حجمهم الصغير والمتقارب من بعضه، ده غير شكلهم الغير منتظم. وعظام الوجه كلها عظام مزدوجة ما عدا عظم الفك السفلي اللي هو ماندبل والفومر بون، دول عظمتين منفردين بتبقى عبارة عن ناحية واحدة بس. أما العظم المزدوج من عظام الفاشيال بونز فيبقوا النازل بونز واللاكريمال بونز والبلاتاين بونز والماكسيلاري بونز والزيجوماتيك بونز والانفيرو نازل كونكا. الفك السفلي او ما يسمى باسم ماندبل هو اكبر عظمة في عظام الوجه، وهي العظمة الوحيدة المتحركة في عظام الجمجمة. بيتكون الماندبل من جزئين، جزء عمودي وجزء افقي، بيتواجد ما بينهم زاوية بيطلق عليها اسم انجل اوف ماندبل، ومشهورة باسم جونيون. الجزء الافقي من الماندبل بيسمى جسم الفك السفلي body of the mandible، وبيكون منحني للداخل على شكل كيرف، وبيحتوي في مقدمته على جزء مدبب بيسمى mental protuberance. ده غير ان جسم الفك السفلي بيحتوي من اعلاه على بروزات اسمها alveolar processes، مشابهة للبروزات العظمية الموجودة في الفك العلوي. والالفيولار بروسيسس بتستقبل جذور الأسنان الموجودة في الفك السفلي. جسم الفك السفلي بيحتوي على ثقب في كل ناحية اسمه مينتال فورامين، بيمر منه كل من المينتال أرتري والمينتال نيرف. أما الجزء العمودي من الماندبول بيطلق عليه اسم ريمس، وبيحتوي على نتوئين عظميين في أعلاه، النتوئ الأمامي اسمه كورونويد بروسيس، والنتوئ الخلفي اسمه كوندايلويد بروسيس. بيفصل ما بينهم سطح مقعر على شكل قوس بيسمى مانديبولار نوتش. النتوئ الأمامي أو الكورونويد بروسيس بتتصل بيه عضلات زي التيمبراليز ماسل والماسيتر ماسل، والنتوئ الخلفي اللي هو الكوندايلويد بروسيس بيتمفصل مع المانديبولار فصة الموجودة في التيمبرال بون علشان يكون مفصل التي ام جي اللي هو تيمبورو مانديبولار جوينت. فومر بون هي احد عظام الوجه الغير مزدوجة، والتي تقع في خط منتصف الرأس، والفومر بون بتشكل الجزء العظمي السفلي من الحاجز الأنفي اللي هو نزل سيبتم، وبتمتد الأعلى فبتتصل بالبنديكولار بليت أوف سمويد بون اللي هي الصفيحة العمودية للعظم الغربالي. نزل بونز أو عظام الأنف هو عبارة عن عظمتين صغيرين بيتصلوا ببعض فبيكونوا جسر عظمي وظيفته ان يحمي تجويف الانف من الداخل. عظام الانف بيتصل بتلات عظام وهم الفرونتال بون من اعلى، والاسمويد بون من الداخل، والماكسيلاري بونز من الاسفل. اللاكريمال بونز او العظم الدمعي هو عبارة عن عظمتين موجودين مباشرة خلف النازل بونز، واللاكريمال بونز زيه زي اي عظم مزدوج في منه رايت وليفت، والعظم الدمعي موجود على الجانب الداخلي لكل عين. ومن اهم العلامات المميزة او اللاند ماركس الموجودة على اللاكريمال بونز هو احتوائه على ممر عند مكان اتصال اللاكريمال بالمجزلة، الممر ده اسمه لاكريمال جروف، وده الممر اللي بتخرج من خلاله الدموع للعين، وبيحتوي على جيوب دمعية بتتخزن فيها السائل الدمعي واللي اسمه لاكريمال فلويد.
البلاتين بونز أو العظم الحنكي هو أحد عظام الوجه المزدوجة، واللي بيكون شكله قريب من حرف ال L. بيقع البلاتين بونز خلف النزل كافيتي اللي هو تجويف الأنف، بين كل من المجزلة والتروجويد بروسيس اوف ذا سفنويد بون. بيتكون العظم الحنكي من جزئين، جزء أفقي وجزء عمودي. الجزء الأفقي بيتصل من الأمام بالبلاتين بروسيس اوف ذا مجزلة، فبيتكون الهارد بلات اللي هو الجزء الداخلي من سقف الحنك. أما الجزء العلوي بيمتد الأعلى، فبيكون قسم من الجدار الخارجي لتجويف الأنف. ومن أهم اللاندماركس الموجودة في البلاتين بونز هو احتوائه على فتحة أو قناة اسمها تيريجو بلاتين فوسا، موجودة بين كل من التروجيت بروسيس أو ذا سفنويد بون وبين المجزلة والبلاتين. التيريجو بلاتين فوسا مهمة لأنها بتحتوي على السكند ديفيجن أو ذا تريجيمينال نيرف اللي هو القسم الثاني للعصب الخامس واللي اسمه ماكسيلاري نيرف، وبتحتوي على التيريجو بلاتين جانجليون، وبرضه بيمر منها الجزء الثالث للماكسيلاري ارتري. أكبر عظام الوجه الغير متحرك هو عظام الفك العلوي maxillary bones. وعظام الفك العلوي عبارة عن عظمتين بيلتحموا ببعض في خط منتصف الجسم، فبيكونوا رأس أو بروز حاد بيطلق عليه اسم anterior nasal spine واللي اختصاره ANS. الماكسيلاري بون بتحتوي على أكبر الجيوب الأنفية من حيث الحجم، وهي الماكسيلاري sinuses. ده غير ان كل ناحية من الفك العلوي بتحتوي على ثقب موجود في السطح الامامي اسفل العين بيطلق عليه اسم انفرا اوربيتال فورامين، بيمر من خلاله كل من الانفرا اوربيتال نيرف والبلاد فيسلز. عظام الفك العلوي بتحتوي على اربع بروزات عظمية، وهما الفرونتال بروسيس والزيجوماتيك بروسيس والبلاتين بروسيس والالفيولار بروسيس. الفرونتال بروسيس بيتمفصل مع العظم الجبهي في الاعلى، والزيجوماتيك بروسيس بيتمفصل مع العظم الوجني او الخدي، والالفيولار بروسيس موجود على السطح السفلي من المجزلة، وهو عبارة عن انخفاضات عظمية بيستقر فيها جذور اسنان الفك العلوي. والنطوء الرابع والاخير وهو البلاتين بروسيس، وده بيمتد للخلف ويكون تلت ارباع سطح الحنك العظمي اللي هو هارد بلت، والربع الاخير بيتكون من الجزء الافقي للعظم الحنكي واللي هو بالاتين بونز. هنتكلم عن الزيجوماتيك بونز اللي هو العظم الوجني أو الخدي، وهو عبارة عن عظم زوجي من عظام الوجه. والزيجوماتيك بونز بيكون البروز الموجود في الخد أعلى الوجه، وبيشارك مع الفرونتال بون في تكوين الجدار الخارجي للأوربت. بيتمفصل الزيجوماتيك بونز مع الفرونتال بون من الأعلى ومع المجزلة من الأمام، ومع كل من التيمبرال بون والسفنويد بون من الخلف. ومن أهم علامات الزيجوماتيك بونز هو وجود التيمبرال بروسيس، واللي بيمتد للخلف ويتصل بالتيمبرال بون، فبيكون الزيجوماتيك أرش. الانفيريور نيزل كونكي او الانفيريور نيزل تيربينيتس هم عبارة عن عظمتين من عظام الوجه بينشأوا من خلال المكسيلاري بونز،
وبيمتدوا بشكل أفقي خلال تجويف الأنف، ومن السهل التعرف عليهم بسبب شكلهم الحلزوني. الانفيريور نيزل كونكي بيبقوا على اتصال مع السوبيريور والميدل نيزل كونكي اللي بينشأوا من الاسمويد بون، وبيبقوا أصغر حجما وموجودين برضو خلال تجويف الأنف. وبالتالي بيتم تقسيم تجويف الأنف إلى 3 فتحات، وهم السوبيريور نيزل ميتس والميدل نيزل ميتس والانفيريور نيزل ميتس.